مرحبا متابعينا، ولا زلنا نعمل على الجيمس، جايين على سكوتر شاومي، والان نشتغل القزازة الامامية وعلى الفحص ان شاء الله في حركة بنوريكم اياها. ركبنا الطياس الجديدة، ايش رايكم بالحركة هذه؟ نايس. ها متابعينا، وصلنا الفحص الدوري وان شاء الله امورنا في السمباتيك. ما نبغى نحرق عليكم التصوير وتشوفون الموتر الا بعد ما ننتهي العمل فيه ان شاء الله. خلصنا القزاز الامامي، ظللنا زي ما انتم شايفين 00 01، وان شاء الله تشوفون التعديلات الحلوه. مرحبا بالشباب، ولا زلنا مستمرين الشهر الثاني. طبعا سوينا فحص زي ما تشوفون، طلع عندنا يبغى له غيار أذرعة الدركسون كاملة يمين يسار وفضاوة في الدودة، يعني ذراع الدورة وغيار مساعدات، فجبناها كلها. هذه مساعدات، والله يعين. هذه الطيس القديمة تم تغييرها، والله الموفق. سوينا له اللوك حق عام التسعينات والثمانينات، يمكن يحن علينا شوية الجبس. مرحبا متابعين. متابعين اخباركم طيبين؟ هذا فحص وهذا فحص وهذا فحص للمرة الثالثة، وكلها بسبب وزن الفرامل. والجمس خرب عليها، ما يمشي معنا في الفرامل نفس الطريقة. الله المستعان يا اخوك، الله المستعان. أصغر بي، شوف السيارة ما عاد تمشي يا أصغر بي. اسمع، إذا وقف سيارة طفي خلاص ما يمشي. شوف شوف، خلاص ما يمشي، زيادة 20 ما يمشي. شوف. مرحبا متابعي ماجد الشايع، هلا باللي جو، هلا باللي انضموا. ما شاء الله مشاهدات على الجيمس كثير. معليش انقطعنا عن التصوير لنا 3 شهور او 4 شهور ما صورنا، لكن صار تغييرات كثير. في حساس هنا اللي كان سبب التفتفة غيرناه، رجعنا غيرنا طرمبة البنزين 3 مرات. طبعا شوفوا الليات اللي هنا رجعت جديدة حقة المكيف، طبعا صلحناه مرتين برضو في تنسيم، ركبنا جديد. ايش كمان غيرنا؟ في حساس جوا الطبلون حق سرعات المكيف. الشيء الغريب انه يولع نار جوا، سبحان الله، جوا الثلاجة. هذا برضو امس ما لقيناه لا في قطع غيار لا في تشليح، وديناه محل الكترونيات اسمه زين، رجل كويس والله، يصلحه لنا وشغلناه جربناه كويس. اللي يعاني مشكلة الكلاسيك. الحين طبعا غسيل للاديتر، حوريكم المحل بعدين في الواتساب، يعني غسيل اديتر مع مكينة بدون ما يفك. التسيخ طبعا السيارات القديمة ممكن يخرب الاديتر، فافضل شيء التسيخ. ولنا بعد عودة ثانية. لوحة استبان خلفي على جنبي. كله شغال. سيم أرس شفت بلون بعد. هذا لمبات مع باب. هذا شوف. يا مرحبا متابعي ماجد الشايع، الجزء الخامس. قلنا مرحبا كثير، لكن كل مرة نقول يا مرحبا ونقول بنخلص ما نخلص. أبديت سريع، لو تلاحظون في الجزء الخامس بداية الفيديوهات أنا في الشتاء، والحين أصور إحنا في نهاية الصيف، مقبلين عشت السنة الجديدة، يعني كملنا سنة تجديد. شيء مو سهل، أشياء كثير أحيان تكون قطعة ما تلقاها، أحيان تكون شغلة ما حد عرف يصلحها. زي الحمد لله زي ما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل شوي، لما كنا في تكنوكار عرفوا علة التفتفة، غيروا الطرمبة لثالث مرة، طرمبة البنزين تخيلوا لثالث مرة. وغيرنا اللهم صل على محمد حساس في البخاخات.
الان انا اصور في الجمس، ما ابغى احرق لكم التصوير، الجمس صار حاجه ثانيه. خلصنا من هنا، رحنا طال عمركم صلحنا المكيف كامل الحمد لله. لو تشوفون كل شيء تمام، والبرد والخلفي كله تمام. ايش ثاني؟ ايش بعد سوينا؟ صلحنا اشياء كثير. ايه غيرنا لي المكيفات، الليات حقت المكيفات، الكبس هذه طبعا كبسناها اول مره ما نجحت، كبسناها ثاني مره ما ضبطت هرب، رحنا اضطرينا اشترينا ليات جديده. ايش بعد اشياء ما تصورت لكم؟ اللهم صل على محمد. كان عندنا اللي هو النظام، كانوا شابكين اللمبات اذا فتحت تفتح كلها، الحين لا، رجعناه زي نظام الوكالة، إذا فتح السايق يفتح كل شيء، إذا فتح الراكب يتولع الأمامي بس، إذا فتح البيبان الخلفية يولع الشنطة والبيبان الخلفية فقط. أما بالنسبة للدعاسات والديكور الخارجي الجماحي كله يولع مع البيبان. هذه حاجة رجعناها تنظيمية بالكمبيوتر. إيش كمان صلحنا؟ المسجل بصلح ما بصلح، لأنه بضطر أفك الديكور، بضطر أفك الراديو، السماعات الأصلية يمكن ما نلقاها، واللي في التشليح ممكن يكون خربان طاقة الشمس، فمو ذات أهمية عندي، أهم شيء أنواره شغالة. بس هذه أغلب التحديثات الجديدة زي ما شفتوا في الفيديوهات. إذا أنا ناسي شيء، عندي خبر سيء قبل لا أختم الفيديو إن شاء الله معاكم. انا وعدتكم انه في لستة كاتب فيها الاسعار، صراحة اللستة ما لقيتها، ما ادري فين ضاعت مع الشغل، لنا سنة نشتغل، لكن الله يوفق ونلقاها، ولقيتها نزلت لكم الاسعار، اما لقيتها بعطيكم التسعيرات التقريبية. موفقين خير، دمتم في رعاية الله. متابعينا الكرام، بشركم انفحص الموتر والامور زينة، الآن التلميع، التشطيبات النهائية والفيديو النهائي، واستمتعوا بالمشاهدة.